اصغي جيدا إلى عدية التلفاز ورددها ليل نهار ليل نهار، عم يتسل صغار كبار بالأفلام وبالأخبار. على الشاشة الصغيرة منشوف الدنيا كبيرة، محطة فيها معلومات حيوانات ونباتات وكل الاكتشافات. ليل نهار ليل نهار، عم يتسل صغار كبار. مرحبا أحبائي الصغار، بعد أن تعرفنا في الدرس السابق على شكل التلفاز والشاشة وجهاز التحكم عن بعد، اليوم سنتعرف على التلفاز والبرامج التي يقدمها لنا هذا الجهاز، منها برامج الأطفال، الرسوم المتحركة، برامج تعليمية رياضية عن عالم الحيوان والبحار، برامج مسلية، الأخبار المحلية والعالمية. ويوجد مجموعة من محطات التلفزة المحلية والعربية والعالمية. الآن بعد أن تكلمنا عن التلفاز سأطرح بعض الأسئلة. هل تشاهد البرامج على التلفاز؟ أي برامج تحب أن تشاهد؟ اذكر بعض المحطات التلفزيونية التي تتابع برامجها. كم من الوقت تشاهد التلفاز؟ ما سيئات هذه المشاهدة التلفاز لوقت طويل؟